في هذه اللحظات سفرات الإمارات تعود وتدوي في مستوطنة كريات شموني تحديدا، وهي من أكبر المستوطنات في الجليل الأعلى والتي يتم استهدافها بشكل متكرر، بالرغم من أن معظم السكان أو الإسرائيليين المستوطنين في هذه المستوطنة هم خارجها بسبب الاستهدافات المتكررة. أيضا قبل ساعة من ذلك كانت سفرات الإنذار أيضا في مسقاف عام، في مارجليوت، في المنارة، في كريات شموني وعدد كبير من المواقع. عشرات الصواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني حقيقة. أيضا حزب الله كان قد تحدث عن تنفيذ 44 من العمليات، معظم هذه العمليات ضد الجيش الإسرائيلي كانت ضد التوغلات في الجنوب اللبناني، ولكن 19 أيضا من العمليات كانت قد نفذت على ما يبدو في مستوطنات مختلفة وأهداف مختلفة في شمال البلاد. كان هناك أيضا إعلان من قبل الجيش الإسرائيلي اليوم بمقتل 3 من جنوده، من بينهم أيضا ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي. نتحدث عن 60 إصابة على الأقل في الأيام الأخيرة الماضية. وبخصوص العمليات البرية، كانت القناة 12 العبرية طبعا تحدثت عن مصادر معينة، لم تذكر من هي هذه المصادر، ولكن تقول أنها منقولة عن مصادر في المؤسسة الأمنية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل، حديث أن العملية البرية في لبنان ستنتهي خلال تقريبا أسبوع. هناك بعض المصادر تتحدث عن أسبوعان، ولكن بشكل عام كان الحديث عن انتهاء العملية البرية فقط. هذا لا يعني إنهاء الحرب ولا يعني إنهاء تنفيذ الغارات من خلال الطائرات الحربية الإسرائيلية.